السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع درس المتتاليات العددية ومع تمرين رقم 4. إذا تمرين خاص بكيفية حساب نهاية متتالية عددية. إذا نبدأ بالحالة الأولى. دائما في النهاية كنديروا التعويض المباشر. إذا عندنا النهاية عين دائما تعود إلى زائد لا نهاية. إذا 5 زائد 1 على بلس انفيني هي 0. 3 ناقص 7 على بلس انفيني هي 3. دائما ليميت ديال عدد على لانفيني سواء كان هذا العدد موجب او سالب فكيعطينا دائما 0. النهاية الموالية عندنا كذلك نديرو التعويض ونشوف واش غيعطيني شكل غير محدد او اللي غيعطينا شكل محدد. اذا 4 ناقص 3 في الانفيني كتعطينا هي بلس انفيني ناقص 5 ان كاري اي بلس انفيني. اذا هذا الشكل غير محدد وبالتالي فخصنا نحيدو الشكل غير محدد بالتقنيات المعروفه اللي هو اما التعميل اما المرافق. اذا هنا غادي نستعملو التعميل. اذا نعملو بالحد اللي عنده اكبر اس. اذا ان اس 3 عملنا بين اس 3 في الحد الاول غيبقى لنا العدد 4 ناقص 5 ان كاري على ان اس 3. اذا هي 5 ان كاري على ان اس 3 ناقص 3 ان على ان اس 3 ناقص 1 على ان أس 3. إذا إما ممكن نختزل بشكل مباشر أو لا نختزل حتى المرحلة الموالية. إذا 4 ناقص 5 أن كاري على أن أس 3 كنختزلو بأن كاري كيبقى لنا 5 على أن ناقص 3 أن كاري على أن أس 3 كنختزلو بأن تيبقى أن كاري ناقص 1 على أن أس 3. إذا بلس أنفيني مضروبة في 4 5 على ان طون فير بلس 0 طون فير 0 0. اذا بلس انفيني في العدد اللي هو هنا 4 كيعطينا بلس لانفيني. المتتالية الموالية دائما التعويض. إذا 6 ان أس 3 تنفير بلس انفيني ناقص تنفير بلس انفيني فورم انديتيرميني. إذا نديرو التعميل. إذا نعملو بالحد اللي عندو أكبر أس اللي هو ان أس 5. إذا 6 ان أس 3 على ان أس 5 ناقص جوج 7 ان على ان اس 5 ناقص 9 على ان اس 5. اذا نديرو الاختزال. اذا ان اس 3 على ان اس 5 كنختزلو بعد بان كاري كيبقى لنا ولا بان اس 3 كيبقى 6 على ان كاري ناقص 2 زائد. إذا هنا كنختزلو بأن كيبقى لنا 7 على أن أس 4 ناقص 9 على أن أس 5. إذا أن أس 5 تنفير بلس أنفيني 6 على أن كاري تنفير 0 7 على أن كاري تنفير 0 9 على أن أس 5 تنفير 0. إذا كيبقى لنا بلس أنفيني مضروبة فاش في ناقص جوج. إذا بلس انفيني في عدد سالب هي موان لانفيني. المتتالية الموالية كذلك نديرو التعويض. إذا سعود ان تنفير بلس انفيني 3 ان كذلك تنفير موان لانفيني أو لا بلس لانفيني. إذا بلس انفيني لا بلس انفيني فورم ان ديتيرميني. إذا نديرو حيدو الفورم انديتيرميني باستعمال
التعميل. إذا نعمله بأن في البسط وفي المقام. إذا عملنا بأن قالت 9 على ناقص 3 على أن، وكذلك 3 زائد 5 على أن. إذا نختزل بأن ليميت ديال 9 ناقص 3 على أن على 3 زائد 5 على أن. إذا نديرو التعويض، 3 على أن يعني 3 على بلوس انفيني طون فيغ زيرو، 5 على بلوس انفيني طون فيغ زيرو، 9 على 3. إذا بعد اختزال تبقى العدد 3. التعويض المباشر، إذا ستة ان كاري طون فيغ بلوس انفيني، 3 ان طون فيغ بلوس انفيني، إذا بلوس انفيني على بلوس انفيني فورم ان ديتيرميني. إذا نديرو التعميل. إذا نعملو بالحد اللي غنختزلو بيه، دونك دائما التعميل تيتبعو الاختزال. إذا حنا عندنا ان كاري وفي المقام عندي ان، إذا نعملو بان. إذا ان، إذا كانت عندنا ستة ان كاري غادي تبقى ستة ان ناقص 9 على ان، كذلك ان غتبقى 3 زائد 1 على ان. اختزلو بان يتبقى 6 ان ناقص 9 على ان، 3 زائد 1 على ان. اذا نديرو التعويض، 6 ان تنفير بلس انفيني، 9 على ان تنفير 0، 9 على ان 1 على ان تنفير 0. اذا كيبقى لنا بلس الانفيني بلس الانفيني على عدد موجب اللي هو 3. اذا بلس الانفيني على عدد موجب هو بلس الانفيني. ليميت دائما التعويض المباشر، اذا ان كاري تنفير بلس الانفيني تنفير بلس الانفيني دونك فورم ان ديتيرميني. اذا نديرو التعميل. اذا نعملو، اذا هنا عندنا ان كاري كاكبر اس، وهنا عندنا ان اس 5. اذا نعملو بان كاري. اذا ان كاري 1 زائد ماذا؟ زائد 1 على ان كاري اللي عملت بها. في المقام نعملو بان كاري كذلك. اذا كانت عندنا ان اس 5 عملنا بان كاري، غادي تبقى ان اس 3 زائد 3 على ان على ان كاري، يعني هي 3 على ان ناقص 4 على ان كاري. اذا نختزلو بان كاري ليميت ديال 1 زائد 1 على ان كاري، ان اس 3 زائد 3 على ان ناقص 4 على ان كاري. اذا 1 على ان كاري تنفير 0، ان اس 3 تنفير بلس انفيني، 3 على ان تنفير 0، و 4 على ان كاري تنفير 0. اذا كيبقى لنا في البسط العدد 1، وفي المقام ماذا؟ بلس انفيني زائد 0 زائد 0. اذا هي بلس انفيني، 1 على بلس انفيني هي تعطينا 0. المتتالية الموالية، اذا الليميت دائما التعويض المباشر، اذا 7 ان كاري تنفير بلس انفيني، 14 ان اس 3 كذلك تؤول الى زائد لا نهاية، 5 ان تؤول الى او ناقص 5 ان تؤول الى ناقص لا نهاية. اذا هذا الشكل غير محدد، يعني يجيني بلس انفيني على بلس انفيني مولا انفيني. اذا نديرو كذلك التعميل. اذا نعملو بالحد المشترك، ممكن نعمل بان كاري. اذا نعملو بان كاري، يبقى لنا 7 زائد ماذا؟ زائد 1 على ان كاري. كذلك في المقام نعملو بان كاري،
إذا كانت عندنا 14 ان أس 3، عملنا بإن كاري غتبقى 14 ان ناقص 5 على ان. إذا 5 ان على ان كاري هي 5 على ان، زائد 9 على ان كاري. نختزل بالعدد ان كاري، إذا يتبقى 7 زائد 1 على ان كاري على 14 ان ناقص 5 على ان زائد 9 على ان كاري. إذا 1 على ان كاري تنفيغ 0، لأن 1 على بلوس انفيني. 14 ان تؤول إلى زائد لا نهاية، 5 على ان تنفيغ 0، و 9 على ان كاري تنفيغ 0. يعني في البسط غتبقى العدد 7، وفي المقام غتبقى لنا بلوس انفيني، هي 7 على بلوس انفيني. 7 على بلوس انفيني هي 0. المتتالية الموالية، التعويض المباشر في الحد الأول يعطينا بلوس انفيني ناقص كذلك بلوس انفيني. إذن فورم انديتيرميني، شكل المتتالية كيبان لي على شكل متطابقة هاما، على شكل ا كاري ناقص بي كاري. إذن هو ا ناقص بي عامل ا زائد بي، إذن سيتي روماركابل. إذن نطبق ونحاول نبسط الكتابة ومن بعد ندير التعويض. إذن ان زائد 1 ناقص ان ناقص 1، يعني ا ناقص بي عامل ماذا؟ عامل ان زائد 1 زائد ان ناقص 1. ان زائد 1 ناقص ان ناقص ناقص 1 هي زائد 1، قاعدة الإشارة. ان زائد 1 زائد ان زائد 1. نقوم الآن بتبسيط الكتابة. ان ناقص ان 0، 1 زائد 1 هي 2، عامل ماذا؟ عامل ان زائد ان هنا ناقص 1، ان زائد ان هي 2، ان 1 ناقص 1 0، إذن 4 ان. اللي مدير 4 ان هي بلوس لانفين. الآن الليميت ديال الجذر ان كاري زائد ان زائد 1 ناقص ان. إذن دائما ملي كنشوف الجذر فكيجي في بالي المرافق أو التعميل لتبسيط الكتابة، بطبيعة الحال إلا عطاتنا شكل غير محدد. إذن إلا عوضنا غيجينا هنا داخل من تحت الجذر غيجينا بلوس انفين ناقص موال انفين. إذن شكل غير محدد. نضربو في المرافق. المرافق ديال جذر أ ناقص بي هو جذر أ زائد بي. إذا الليميت ديال الجذر ان كاري زائد ان زائد 1 ناقص ان مضروبة في ماذا؟ مضروبة في الجذر ديال ان كاري زائد ان زائد 1 زائد ان، كنقسمو على نفس العدد اللي ضربنا فيه اللي هو ان كاري زائد ان زائد 1 زائد ان. الجذر ا ناقص بي مضروبة في جذر ا زائد بي كتعطينا متطابقة هامة اللي هي الجذر ديال ا كاري ناقص بي كاري. إذا ليميت ديال جذر ان كاري زائد ان زائد 1 او كاري ناقص ان او كاري. الكاري غيمشي مع الجذر، إذا يمكن لي مباشرة نكتب الجذر اكس ان كاري زائد ان زائد 1 ناقص ان كاري على ان كاري زائد ان زائد 1 زائد ان. نبسطو الكتابة، عندنا ان كاري ناقص ان كاري 0، إذا كيبقى لنا في البسط ان زائد 1 ليميت ديال ان زائد 1 على الجذر ديال ان كاري زائد ان زائد 1 زائد ان. الآن نعوضو نشوف واش المشكل تحل أو مازال. إذا في البسط
عطانا بلوس انفيني، وفي المقام عطانا هنا بلوس انفيني وهنا بلوس انفيني، يعني بلوس انفيني بلوس انفيني فورم انديتيرميني، يعني مازال عندنا المشكل. اذا دابا جا الدور ديال التعميل. اذا الليميت، اذا في البسط عندنا ان زائد واحد، اذا نعملو بان، اذا هي واحد زائد واحد على ان. ومادام عملنا بان في البسط، اذا حتى في المقام خصني نعمل بان. الجذر، الجذر ديال ان كاري زائد ان زائد واحد، الى عملنا داخل الجذر بان كاري غيبقى لنا واحد زائد ماذا؟ زائد واحد على ان زائد واحد على ان كاري. الى خرجنا الان كاري، لان ان عدد موجب كيقولوا لي زائد لا نهائي، اذا كيبقى لنا واحد زائد واحد على ان زائد واحد على ان كاري. اذا هاد ان يكون عندنا كعامل مشترك، اذا هي واحد زائد واحد على ان زائد واحد على ان كاري زائد ان 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 كنعمل باش نختزل بها. اذا ليميت ديال ان زائد واحد على ان يبقى ماذا؟ يبقى جذر واحد زائد واحد على ان زائد واحد على ان كاري زائد واحد. اذا ان اختزلنا بها، يبقى ماذا؟ يبقى الليميت ديال واحد زائد واحد على ان على الجذر ديال واحد زائد واحد على ان زائد واحد على ان كاري زائد واحد. دابا التعويض، واحد على ان تنفير زيرو، واحد على ان واحد على ان كاري تنفير زيرو. اذا شنو كيبقى؟ كيبقى لنا في البسط العدد واحد، وفي المقام تيبقى الجذر ديالاش ديال واحد زائد واحد. اذا واحد زائد واحد اي واحد على جوج. اخر نهاية وهي كتشبه النهاية السابقة، اذا غادي ندير نفس الطريقة. اذا المرافق، طب الحل العود راه عندنا شكل غير محدد، بلس انفيني موان لانفين. اذا هي الليميت ديال الجذر ديال ان زائد جوج ناقص جذر ان. اذا المرافق ديال جذر ا ناقص جذر بي هو جذر ا زائد جذر بي. اذا على الجذر ديال ان، جذر ديال ان زائد جوج زائد جذر ان على الجذر ديال ان زائد جوج زائد جذر ان. اذا الليميت في البسط عندنا متطابقه هامه، اذا سيتي غوماركابل. اذا هي الجذر ديال ان زائد جوج الكل او كاري ناقص جذر ان او كاري على ان زائد جوج زائد جذر ان. اذا المربع تيمشي مع الجذر، يبقى لنا الليميت ديال ان زائد جوج ناقص ان. اذا ان ناقص ان هي صفر، يعني كيبقى لنا العدد اثنان على الجذر ديال ان زائد جوج زائد جذر ان. اذا عند التعويض عندنا بلوس انفيني، جذر ان كذلك تؤول الى بلوس انفيني، اذا جوج على بلوس انفيني تساوي صفر.